الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولزوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنها أفضل من خادم. هذا ما فيه إلا أنهم يأتون بالتكبير 34 في الروايات التي بعد الصلوات الإنسان مخير بين أن يقول الله أكبر 34 أو 33 ويقول لا إله إلا الله. أما في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولفاطمة أنهما يسبحان فقال لهما يسبحان 33 ويسبحان 33 ويحمد 33 ويكبرا 34. وما بشفي رواية آخره أنه يأتي بلا إله إلا الله بدل الرابع والثلاث بدل الرابع والثلاثين. قال وفي صفة أخرى 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. هذا روى النسائي في السهل. وفي صفة أخرى 11 كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة ويسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33 11 و11 و11 فذلك 33. والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسير لأن لفظ العديد يسبحون وأحمد ويكبرون دبر كل صلاة 33 وإنما مراد بهذا أن يكون 33 في كل واحد من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير. أي يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لأن راوي الحديث سموه سمي عن أبي طالب السمان وبذلك فسره أبو طالب. قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكفرن كلهن 33. وأما تخصيصه بإعداد فلا نظير بشيء من الأبدا بخلاف المئة فإن لها نظائر والعشر لها نظائر أيضا كما سمع من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجلي قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو من القرآن يحيي ويميت وعلى كل شيء جديد كملها في الصباح وإذا صلت طبعا أنه لا يزعجون هذا في حق الله أنه عمنا طول ما جاء عند المنام عند نوم. لكن الذي نحفظه أنه وتكبره 34 ما قبل ما دون عشرة من
وثلاثين، وأن تسبح ثلاثا وثلاثين، وتحمد ثلاثا وثلاثين، فهو خير لكما من خاتم. هذا كيف الرواية الذي حسبها المؤلف ناقصه. هو حديث آخر الذي أورده المؤلف. أي لكن نعمل بالزايد ونعمل بما في البخاري ومسلم. وإذا صلت السبع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، وبعد صلاة المغرب عشر مرات. وفي صحيح ابن عبان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب له بإن عشر حسنات ومحيا عنه بإن عشر سيئات، ورفع لهم له بإن عشر درجات، وكنا له عد عد عتاكة أربع رقاب، وكنا له حرسا من الشيطان حتى يمشي. ومن قال أن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. موالي طبقان وأحمد بن مسند في سندي عبد الله بن عيش. وقد تكتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح الله أكبر عشرا، والحمد لله عشرا، وسبحان الله عشرا، ولا إله إلا الله عشرا، ويستغفر الله عشرا، ويقول اللهم اغفري واهدني وارزقني عشرا، ويتعوذ من ذيك المقام يوم القيامة عشرا. العشر في الأذكار والدعوة كثيرة، وأما الإحدى عشر فلم يجد ذكرها في شيء من ذلك البتة، إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة متكتم والله أعلم. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، واصلح لي دنيا التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك من كلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم انعمني واحيني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق، انه لا يهدي لصالح الا انت، ولا يذل عن شيئا الا انت. وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذا صليت الصبح فقل قبل ان تكلم: اللهم اجرني من النار سبع مرات، فانك ان مت من يومك وكفى الله لك جوارا من النار. واذا صليت المغرب فقل قبل ان تتكلم: اللهم اجرني من النار سبع مرات، فانك ان مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. وقد ذكر النسائي السنن الكبرى من حديث ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ورواه ابن عبام من حديث محمد ابن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة وإسناده صحيح. وقال المنذري في الترهيب والترهيب: رواه النسائي والطبراني في أسانيد أحدها صحيح. قال شيخنا ابو الحسن وعاشر البخاري وابن حبان في كتاب الصلاه والسحر، وترك الطبراني في بعض طرقه وقل هو واحد، واسناده بهذا السياق جيد اي بعض. وقال الهيثمي في المجاعر والطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد. وحديث ابي امامه اخرجه ابن السني، وحديث المغيره بن شعبه
أخرج أبو نعيم الحلية وسنده حسن. هذا الحديث قال الجمهور من علماء الحديث أنه حديث صحيح، وشد ابن الجوزي فعده في كتابه الموضوعات من الأحاديث الموضوعة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وجاء في حديث ضعيف أن من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة تولى الله قبض روحه، وهذا حديث ضعيف. ابن الجوزي في كتاب الموضوعات قال: الحديثان موضوعا، وقد هاجمه العلماء وقالوا ليس هذا الحديث موضوع. الأول صحيح والثاني ضعيف، أما أنه موضوع فلا. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الإرهاني عن أبي أمامة، وروى النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حنيه. وهذا العديد من الناس من يصححوه، ويقول الحسين بن بشر قد قال في النسائي لا باس به، وفي موضع اخر قال: واما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيح، قالوا فالحديث على رسمه. ومنهم من يقول هو موضوع ابن الجوزي، وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه بالموضوع، وتعلق على محمد بن حميان وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ وأصدقوا محمدا، وقالوا أجل من أن يكون له حديث موضوع، وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة الرجال يحيى بن معين. فكيف جادل ابن الجوزي أن يجادل ويقول أنه موضوع؟ وقد رد عليه السيوطي في كتاب الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وقد روى الطبراني في معجبه أيضا من حديث عبد الله بن حزن عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوب كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وذكر الهيثمي في المجمع وسنده حسن. وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف خارجها دلت على أن الحديث له أسوأ يسمى الموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. وروى أبو حاتم وابن أسباب الصحيح والعاقب المستدرك، وقال صحيح عائشة مسلم ولم تستنبذي بالمعوذتين. وفي معجم الطبراني ومسند به على الموصلي من حديث حافظ من حديث عمر بن نبهة، وقد تكلم به عن جابر يرفعه ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوجا من الحور العين حيث شاء، من عفا عن قاتله وأدى دينا خفيا يعني أنه قضى صاحب الدين الذي سنفه وإن كان خفي، محات بينه وبينه شيء، دليل على أنه يريد براء الذمة وبخافة الله، لأن بعضهم ما يبقي إلا بعد ما يبرهنوا على بسند وبشهود. وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل والله أحد. وقال أبو بكر رضي الله عنه:
أو إحداهن يا رسول الله قال أو إحداهن، هذا الحديث ضعيف. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا حديث صحيح. ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، الجمهور فسروها بما بعد التسليم. وكان شيخنا ابن تيمية يرجى أن يكون قبل السلام، فراجع التوفيق فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. ابن تيمية من آرائه أن هذه الأدعية تكون في آخر التشهد الأخير قبل السلام، لأن الصحابي والنبي في حروف لفظة دبر، ودبر الشيخ وجزء منه لا خارج عنه. قد خرج الوقت، إذا كان تغميض العينين الصلاة من أجل الظهر والأشكال عن يعني الصلاة الموجودة في السجاد أو في الجدار، وهل التغميض بدعة؟ لا بدعة ولا شيعة. التغميض لا نستطيع نقول سنة ولا نستطيع نقول بدعة، شيء عادي. ما معنى لفظة الحديث الذي قال فيه النبي خير لكما من خادم؟ جو يشتو خدام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي نفسك، شتي لش فائدة آخرة، وهي هذا الفائدة العلمية، فهي أفضل من منتي لش خادم، يعني أنه قال بدل هذا الخادم. يعينها يعيد في جسمها من النشاط. الله يرد فيها الروح المعنوية وتكون قوية إذا اعتقد فيها. قال ورد ولم يكن من هذه تغميض عين بالصلاة. قال عدم بيعي عليه الصلاة والسلام هي هدم الأمة عن هذا الإعلام أنه من المباح شيء عادي مباح. من يشري غمض غمض ولا يشري، لا نقول سن ولا نقول بدعة. على درس أمس في الفرق بين اليقين والشك وجدنا بيتين شعر.